الو، طيبين؟ كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. كما ترون علي ساي هون نزل عنا الفاير باس الجديد. لا، ليش عم بقول دائما فاير باس؟ لا، مش فاير باس جديد شباب، البويا باس الجديد. يا طيبين، هلا حبايبنا، مثل ما انتم شايفين مع لام داخلين نشوف الوضع. وين راحت انا؟ ارجع. مثل ما انتم شايفين شباب، الزئير المهيب. الله الله عليك، الله عليك يا جميل. اوكي، الان راح نشوف معلم، شوف بهالفاير باس الزئير المهيب. طبعا هون عندنا اول ما تاخذ الفاير باس، يا شباب متعود اقول الفاير باس، فهمتوا علي شلون؟ اول ما تاخذ الفاير باس اعطينا السكيل بنت. هذا هو السكيل بنت حبايبي، مثل ما انتم شايفين. فيه هالشيء مميز بهالعلامه الفاير باس هذا، ايش هاللحنه هي وهالرسمه هي موجوده هون، شايفين معي كيف؟ بنفس الوقت موجوده هون فوق، شوف بعرف هي نفس الرسمه تبعيته هيك طالعه هيك، فهمتوا علي شلون؟ المهم طيبين، من بعد ما علم عندنا هون البلازما، اوكي، فيه اثنين مدى، واحد اختراق دروع. اوه والله ترى من احد ال يعني اول مره اشوف بوير باس فيه ميزات يعني كثير، بالعاده كان دائما بيكون فيه اثنين ولا واحد، لا اثنين واحد هيك شيء. تمام، هون عندنا الميزات، الرقصات الاضافيات مع البويا والحركات هذول كالعاده مثل كل مره. تمام، من بعد عندنا هون هذول الاشياء يعني التوكن الجوائز والمتجر الشخصي وهالتوكلات الخفيفات اللطيفات كالعادة. وهون عندنا ثلاجة النمر، الله عليك الله عليك يا نمر. تمام، نفس حتى موجود نفس هالعلامة معلم، ما بعرف شو هالعلامة الصاهر، شكل العلامة الفاير باس. نفس الشيء عندنا بلازما، نمشي شوي شوي شبشب ما ننسى شيء. عندنا هون افاتار ولا راي الراي البانر راي. اوكي، عندنا هون سيارة، سيارة النمر معلم راح، لا هيدا النمر ورا الاسد، الاسد عفوا معلم، الاسد تقصوني الشباب، لا هون كان اسد وهونيك شو كان؟ خطا؟ اوه الاسد كمان، اوكي 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 اوكي، اسد كمان. وهون شوف هي عندنا هون نو 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 نو. هي شو هي؟ قنبلة الاسد معلم، الله عليك يا كلخنس، فرج بام. اوه عم بيطلع الاسد معلم، عم خذ راح اقول قول الاسد، لون الاسد معلم، لا تاخذوني شباب بصحصح. اوكي، من بعد هون عندنا الزلاجه، هي زلاجه يعني ليفل ماكس معلم، يعني بشكل افضل يعني، فهمتوا علي شلون؟ شو كمان عندنا هون يا طيبين؟ عندنا البلازما نفسه. في عندنا صندوق جريزي، شو نفتح نشوف؟ هذا موجود من قبل، هذا الصندوق غريزي تبع الفاير باس، وات، اول مره اشوفه معلم. هون على منجل، حلو 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 حلو. هون على صندوق ثاني تبع الغريزي هذا معلم، حقيبه معلم كالعاده. هات نشوف، ليفل واحد، ليفل اثنين، ليفل ثلاثه، خفيفة معلم، بس شوي بيعجبني الحقيبات اللي شوي كبار معلم، بس هي الحقيبة معلم هيك بيكون شكل الحقيبة معلم، دائما انا بحب يكون هيك، ما تكون عريض، بحب تكون هيك دائما هيك ضيقة شوي. اوكي، هون عنا التيشيرت الصغير، مو تيشيرت، دي باردر. اوه شو هي؟ صندوق الغنائم، اوه لما تقتل واحد بعدين يطلع هالشيء. حلو، حلو صراحة حلو. عنا صندوق كمان هون، نستكشف، اوه. ثلج، اول مره شفت ثلج يا شباب بويا باس، من قبل كان في ثلجات يا شباب ولا شلون؟ من قبل كان في ولا بقى في ثلجات؟ فهموني معلم. اوكي، وين كنا؟ نرجع لهون. هذا واعتقد خلصنا كل شيء. سكين الشاب تمام. معلم فر وما فر، وفي عندنا هون معلم تاج صغير ونظرات حجبوني حلوات، الصبات كلاسيكي معلم، بنطال، مع نفس العلامه معلم، شوف العلامه معلم، لا معلم بين هي علامه البويا باس هي ليك معلم، شكل هذول اللي بسموه، معلم والله نسيت شو بدي اقول. المهم هي العلامه هي، وعندنا هون التيشو، لا الجاكيت مع القميص مع الكرافيتا، تمام. اوكي، هون وعندنا هون الثلاجه هي، اوكي عندي طالع عندي مملوكه، ما بعرف شو الثلاجة على مين جايبها انا. المهم تمام شباب، بس ولكن صراحة يا شباب انا بدي اقول يعني رد فعلي عن هذا البويا باسات الجديدة. جيم 8 يا طيبين كان البويا باس
القديمين الاولى اللي نزلت وقتها كان لها يعني ميزات غير من هذول الجداد، يعني مثل هذول الجداد يعني مثل الفاير باس. يعني لو رجعنا للفري فاير مثل ايام زمان السكنات كانت يعني تغير الوانها، يعني مثل السكنات المطوره، فهمتوا علي شباب؟ مثل السكنات العقرب وكثير من السكنات، يعني فهمتوا علي؟ فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اكيد فهمتوا، فهمتوني؟ يلا اوكي، والان بدنا نعمل له الترقيه الليفل اب. اوكي هون عندنا 2 ناخذ 800 تمام، وهي 800 معناتها تعطينا كل هذا الشيء. افتح يا سبسم 800 جوهره، واو اوكي ليفل اب بريميوم. يا سلام سلام يا سلام عليك، حركاتك جميله، بركاتك يا جميل بركاتك. اوكي عملنا نعمل هون اوكي تمام. هلا هون يا شباب رح نفتح شوي مشان نعمل تزويدات، اعمل حصول على كل شيء. اعطونا هلا اوبا، اعطونا سكين البنت هون، القنبله نحاول نجرب شيك على الخفيف. ناخذ القنبله وقول شخصيتها بيعطيني معلم. افتح تمام، نفل عندنا 51 لان تمام. رح نجي لهون، نجي لهون اوكي، لازم نلفل 100 حتى نجي لهون. يا شباب ما كنا ناخذ في خصومات، ثواني نشوف. اوه هنا معلم شوف الافاتار والبانر اللي عندي تغيروا، عملت لهم تزويد شي باللوز. ما هي موجوده، هي موجوده اوبا. هي الرقصه دي حبيب والله، تين 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 تين. اوكي خلينا نضع ريلاكس، اشياء جديده نروح البويا نرجع تمام. يلا كمل نجي لهون، ناخذ 50 مستوى البويا يعني تقريبا شو عشان نحصل على البويا باس، و بده تقريبا 1800 جوهره شباب تحت عليها للاخير. يعني مثل ما شفتوا يعني اخذت 1000 ايه هذا هو 1800 جوهره حصلت عليه كله نايس تمام. نجي لهون نعمل بس على كل شيء، لا بدي افتح معلم نعمل بس على كل شيء. اوكي هذا الجريس معلم بدي اجربه، حنجربه نشوف شو وضعه معلم. عملت كل شيء تزويد هون مثل ما انتم شايفين، عملت فتح بعدين اوكي، اعتقد هلا زودنا كل شيء تمام. هذا ندخل نشوف السكيل، لا وين السكيل معلم؟ ايش السكيل طالع؟ على الخزنه نشوف شو بالخزنه شو طلعوا لنا. اوكي هي لازم نعملها هيك، اي اه التيشيرت بلاش بنفس الوقت استفدنا بالتيشيرت شفناه تمام. انا الحقيبه عن هاللود، اوكي هاي التنين، هي الثلاجه نحط هي، يكون عندنا كمان اشياء هاي حطيناها، ملف الشخصي اوكي عندنا هاي اللوز، وعندنا اشياء تانية هي حطينا كل شيء تمام. حلو تمام اوكي. ندخل نشوف لك على التدريب بشكل خفيف شباب، نشوف الاشياء اللي حصلنا عليها يعني بشكل سريع اوكي. يلا بسم الله تمام. هذا السكين معلمته مثلا ازاي مع علامته هي اوكي. نشوف شيء، هاي الحقيبه ليفل 1 طالع هيك باللعبه. وين اللي حبيب الحقيبة؟ انا عامل خافي للحقيبة شباب. دايوم اوكي نروح نرجع اصبر تمام معلم، رجعنا من اول جديد. نجي لهون، هاي الحقيبة ليفل 1 طالع بالسكين تمام، هي حقيبة اغلب رقم 2 حلو وهي رقم 3 معلم تمام. في ثلج عندنا، ما اعرف اذا مثل تزويد بس راح اشوف الجريز تبع المعلم شو وضعه. عجب هل يا ترى هذا بوي باس جميل ولا كيف؟ اصبر نشوف وين الجريزه؟ هذا جريزه معلم، جروزا عليكو. اوكي مدى ندخل على السريع ونشوف الثلج بنفس الوقت. انا صراحه يعني ما بعرف، ما بلعب كثير بجروزا صراحه، ما بعرف يعني سوي هل يا ترى باللوز هيك ولا شو؟ اوكي اعطيته 150 اوكي خليها هذا جاي سنايبر. اوه الثلج الجديده معلم. الو ول 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 ايوه. شو رايكم شوف هذا الكروسه؟ والله ما اعرف يعني انتوا قولوا لي شو رايكم فيه. 40 بضرب يعني ترى تنفع حلو 40 تقريبا معكم. عليكم عليكم. والله جابني.
اعزائي الكرام، ان شاء الله استمتعتم بهذا المقطع، اتمنى لكم هذا البودكاست الجديد. بشوفكم على خير، لا تنسوا الشباب تشتركوا بالقناه الجديده، الشباب نزلت لكم مقطع جديد، الشباب اللي يدخل يروح معلم رابط وصف اللوز. اوكي، بشوفكم على خير، السلام عليكم.